أجوركم أيها المؤمنون إنا لله وإنا إليه راجعون. عن جويرية بن سهم بن مسهر البجلي قال: لما أقبلنا مع أمير المؤمنين عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا أرض بابل حضرت الصلاة، فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس معه، فقال عليه السلام: أيها الناس، إن هذه الأرض ملعونة، قد عذبت في الدهر 3 مرات وفي خبر مرتين، وهي تتوقع 3. وهي أول أرض عبد فيها وثن، هي إحدى المؤتفكات، وإنه لا يحل لنبي أو وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد أن يصلي فليصلي، فما للناس عن جنبي الطريق يصلون. وركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فمضيت خلفه وقلت: والله لأتبعن أمير المؤمنين وأقلد به صلاتي اليوم. فمضيت خلفه، فوالله ما جزنا جسر سوري حتى غربت الشمس، فشككت، فالتفت إلي وقال: يا جويرية، أشككت؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فنزل عن ذابة في ناحية فتوضأ، ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا أنه إلا كأنه بالعبرانية، ثم نادى: الصلاة الصلاة. فنظرت والله إلى الشمس وقد خرجت من بين جبلين ولها صرير، فصلى العصر وصليت معه. فلما فرغنا من الصلاة غابت الشمس وعاد الليل كما كان أولا، واجتمع نفر من الخوارج وقال: إن عليا ومعاوية قد أفسدوا هذا الأمر، فلو قتلناهم لعاد الأمر إلى أهله. فقال رجل من أجع: وما أمر العاص بدونها، وإنه أصل هذا الفساد. وتأسفوا على من قتل بالنهروان. فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن أبي بكر التميمي: فلو شرينا من الله أنفسنا والتمسنا غرة هؤلاء وقتلناهم لأرحنا منهم العباد والبلاد. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم عليا. فقيل له: وأنى لك به؟ قال: أقتاله. قال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمر بن أبي بكر: أنا أكفيكم ابن العاص. ومضوا إلى البيت شرفه الله تعالى وتحالفوا على الوفاء بينهم. فأتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل من مراد وقال له: احترس نفسك يا أمير المؤمنين، فإن أناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: مع كل رجل ملكان يحفظانه ما لم يقدر عليه أحد، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وكفى بالأجل جنة حصينة. ثم أنشأ يقول: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلوربك ما فازوا وما ظفروا، فإن بقيت فرهنوا ذمتي لهم، وإن عزمت فلا يبقى لهم أثر، فسوف يورثهم فقدي على عجل ذل الحياة بما خانوا وما غدروا. قال الراوي: ثم إن ابن ملجم
قصد الكوفة مع الوفد الذين أبعث بهم حبيب بن المنتجب عم الأمير المؤمنين عليه السلام ليتربص الفرصة، ودخل في جملتهم عليه وسلم كما سلموا، وكان طلق اللسان حسن المقال، فأعجب به أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع من مقالته ورأى حسن تأذبه في أقواله وأفعاله، فسأله عن اسمه، فلما أخبره أطرق رأسه يفكر، ثم رفع رأسه وقال: أمرادي أنت؟ وهو يقول: نعم. فاسترجع أمير المؤمنين عليه السلام وحولق، وتمثل ببيت ابن معد بن يكرب الزبيدي وهو يقول: أريد حياته ويريد قتلي، خليلي من عذيري من مرادي. ثم دعاه للبيعة واستحلفه مرارا كثيرا، وأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يغدر به، فقال: ما رأيتك يا أمير المؤمنين فعلت بغيري مثل ما فعلت. شيخنا العزيز، ما رأيتك يا أمير المؤمنين فعلت بغيري مثل ما فعلت بي، أتراك تؤكد علي البيعة ثلاثا وتستحلفني ثلاثا؟ فقال: إني لا أرى أنك تفي بما عهدت عليه، وستغضب هذه من هذا. وأشار إلى لحيته ورأسه: ولقد قرب وقتك وحان زمانك. فقال: أعيدك بالله يا أمير المؤمنين، هذه يميني وهذه شمالي، فاقطعهما أو فاقتلني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وكيف أفعل ولم تستوجب قبل شيئا؟ ولو أنني أعلم أنك قاتلي، لكن هل كانت لك حاضنة يهودية وكنت إذا بكيت تلطم وجهك وتقول لك: أسكت يا من هو أشقى من عاقر ناقة صالح؟ قال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. وفي بعض الروايات قال له: إذا أنا قتلتك فمن يقتلني وقد سبق القضاء أنك قاتلي؟ فسمع مالك الأشتر رضي الله عنه والمقداد بن الأسود الكندي، فجردا أسيافهما وأتيا إلى أمير المؤمنين، فقالا: ومن هذا الكلب الذي تخاطبه بما سمعنا فأمرنا بقتله؟ فقال: أفتروني بأن أقتل رجلا لم يفعل بعد شيئا؟ واجتمع نفر من أصحاب أمير المؤمنين وخواص شيعته، فقالوا: إنا نقترح فنجعل كل ليلة على قبيلة تحرس سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه يخرج غلسا إلى الجامع، ونخاف أن يقتاله هذا اللعين فيفجعنا فيه. فابتدأت بذلك أهل الكنائس، فلما أقبل أمير المؤمنين عليه السلام وجدهم شاكين في سلاحهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: تخوفنا عليك من هذا المرادي اللعين.
فجئنا لنحرسك فجزاهم خيرا وتلا قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال عليه السلام إذا نزل القضاء فلا رد له وكفى الأجل حارسا فتفرق القوم. فكانت في الكوفة امرأة من الخوارج اسمها قطام بنت سجية بنت تميم تيم الرباب، وقد خطبها ابن ملجم وتمكن في قلبه حبها وخطبها فقالت نعم علي 3000 عبد واشترط واشترط عليك قتل الخليفة علي بن أبي طالب. فقال والله ما أقدمني إلى هذا المصر وكنت بعيدا من إلا قتل هذا الرجل. قال الراوي ثم إن ابن ملجم دخل يوما الجامع وأمير المؤمنين عليه السلام على المنبر يخطب، فقال والله لأريحن منك العباد. فسمعه بعض الأصحاب فأتي به ملببا، وقال لهم أمير المؤمنين وما تريدون من؟ فأخبروه بما قال، فقال عليه السلام خلوا عن، فإنه لم يقتلني ولم يزل يكرمه لسرعته في الخدمة ويؤثره على غيره لتأذبه استظهارا عليه، ومع ذلك يقول أنت قاتلي لا محالة. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال دخلت أنا يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فبكى حين رآنا. وقال بعض من حضر أما تستروا برؤيتهم يا رسول الله؟ فقال والذي بعثني بالحق نبيا أنا وهم لأكرم الخلق على الله تعالى، وما على وجه الأرض نسما أحب إلي منهم. أما علي بن أبي طالب فإنه أخي وابن عمي وخليفتي ووصي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد وفاتي، محبه محبي ومبغضه مبغضي، وهو مولى كل تقي بولاية بولايته. صارت أمتي مرحومة، وإنما بكيت على ما يحل بهم بعدي من غدر الأمة، وإنه ليزال عن مقامه ومحله ومرتبته التي وضعه الله فيها، ثم لا يزال كذلك حتى يضرب على قرنه في محرابه ضربة تغضب لحيته ورأسه في بيت من بيوت الله في أفضل الشهور شهر رمضان في 10 الأواخر من يضربه بالسيف شر الخلق والخليقة أخو قدار ابن قديرة عاقر ناقة صالح. ثم استعبر وبكى بكاء شديدا، ثم قال وأما ابنتي فاطمة الزهراء عليها السلام فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضع مني ونور عيني وروحي التي بين جنبي الحوراء الأنسية الزهراء الزاهرة التي أزهرت من نورها السماوات بكواكبها
والأراضين بأقطارها. ويقول الله تعالى إلى الملائكة: يا ملائكة انظروا إلى أمتي إذا قامت إلى الصلاة وهي ترتع خيفة وخشية مني، اشهدوا أني قد آمنت شيعتها من النار، ولكن ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل على في بيتها الذل، قد دخل عليها في بيتها الذل والهوان، فترى نفسها ذليلة بعدما كانت عزيزة في حياتي. فتناديها الملائكة بما نادت به مريم ابنة عمران: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتمرض عند ذلك، فيبعث الله لها مريم ابنة عمران فتمرضها فتقول: إني قد سئمت الحياة وتبرمت من أهل الدنيا، اللهم فألحقني بأبي. فيلحقها الله بي في المدة القليلة، فتقدم علي محزونة مقصوبة مكروبة مغمومة: اللهم لعن غاصبيها وظالميها، وخلد في النار من آذاها وضرب جسمها حتى ألقت جنينها. فتقول الملائكة: آمين. وأما ولدي الحسن فإنه قرة عيني وثمرة فؤادي، ولكن ذكرت